شيء ثقافي محصور بالعاصمة. من هون نحن كجمعية تيرو للفنون جربنا نغير هيدي الصورة. تعبنا كتير لرجعنا سينما ستارز بعد ما ضلت مسكرة 27 سنة. وصارت هيدي السينما المساحة الحرة للثقافة والفنون بالنبطية بجنوب لبنان. وبسنة واحدة قدرنا نعمل مهرجانات مسرح وسينما وموسيقى. وإجا فنانين من كل العالم. تعرفنا عليهم وعلى ثقافات بلادهم. هون تدربنا على مسرحيات. صارت السينما مثل بيتنا. نجتمع فيها وبنعبر عن كل شي بدنا اياه بحرية. وبصندوق التبرع قدرنا نبني هيدا المشروع. بس اليوم وقفنا هون لأن السينما رح تسكر. لأن السينما رح تسكر. بس في أمل. بس في أمل بمساعدتكم جمعنا المبلغ الكافي لنشتري السينما. فيكن تدعمونا وتتبرعوا لحملة الحفاظ على سينما ستارز عبر موقع الاندي جوجو. كمان فيكن تشاركونا الحملة عبر السوشيال ميديا وتخبروا أصحابكم أو تجوا تزورونا وتتبرعوا بالصندوق. فينا كلنا سوا نقدر نصنع المستحيل لتضل سينما ستارز مساحة للفن والحرية ومكان لكل الناس يقدروا يجتمعوا فيه. بدعمكم مش رح نسكر، رح نبقى هون. البرومو اللي شفناه لسيف سينما ستارز منكفي حلقتنا بيشرفتونا مع الشخص يلي كان عم يحاول وبجهد كبير انه تبقى هالسينما مفتوحة بعد اغلاقها لسنوات طويلة. انضم لنا قاسم اسطنبولي مدير جمعية تيرو للفنون. اهلا وسهلا، شرفتنا قاسم. اهلا وسهلا بحضرتك قاسم. يعني عشق واصرار من اول ما فتحت عيونك، يمكن اول ما وعيت على الفنون من زمان وجر، كيف بعدك واقف على اجريك وشو حققت من وقتها لهلا؟ هلا نحن بالنسبه لنا هيدا، انت اليوم انت عايش بمكان ما في مسرح، ما في سينما، ما في منصه ثقافيه، فانت اليوم كل شيء ببيروت محصور. يعني انت اليوم بتدرسي بالجامعه بدك تروح على بيروت تدرسي سينما. فكان الهدف انه نحن يكون عندنا مكان لنا نقدر نعبر فيه عن اللي بدنا اياه، يكون مكان للناس. فنحن حاولنا بالبدايه ب 2014 قعدنا تاهيل سينما الحمراء وقدرنا ناسس لمهرجانات ونعمل ورش تدريبيه، ولكن للاسف اقفلت. انتقلنا على المدينه الجديده اللي هي النبطيه سينما ستارز، واللي كمان اهلنا فيها هذه السينما اللي ظلت مقفله 27 سنه وقدرنا ناسس فيها لمهرجانات ونقدر نعمل تغيير. لما بلش التغيير ياثر بالمجتمع هذه السينما للاسف اقفلت. حاولنا نشتري هذه السينما ولكن حدا تاني اجى اشترى هذه السينما، ولكن اشتراها ليسكرها. صار السينما مسكره لليوم. هلا رح نكفي بايجابيه، نحن رجعنا انتقلنا على صور، رجعنا للبدايه على سينما ريفولي. هذه السينما اللي من اسبوع كانت عم ترجع بعد 30 سنه تنفتح بجهود ناس امنوا وتطوعوا بجمعيه تيرو للفنون ومن اهالي المدينه ومن الشباب من المخيمات الفلسطينيه وشباب سوريين موجودين بالمدينه، اشتغلنا كلنا سوا، عملنا عائله. وشهدت هيدي السينما انها تحول لتكون المسرح الوطني اللبناني. هذا الحلم لكل المسرحيين انه يكون عندنا مسرح مجاني للناس. صحيح. فسينما ريفولي او المسرح الوطني اللبناني بعد كل هالجهد اليوم عندنا 10 سنين من خلالكم تكون مفتوحه لكل الناس بلبنان، يكون عم نقدم مسرح وسينما وموسيقى ويكون عندنا مكان للجميع. الحمد لله. واخيرا يعني هيدي بتستاهل اكبر مبروك، وعن جد يعطيك الف عافيه. يعني انا وقت اللي قلت لك كيف بعدك واقف على اجريك مش على الفاضي، بعرف انه صار لك زمان عم بتحاول، ولكن زبطت معك بسينما ريفولي. بتخيل انه هيدا فخر كثير كبير، ويعني يال كل العالم اكيد بهذا المسرح. الف مبروك كاسم، يعني عن جد عم بحسك عم تحكي بهيك والفرحه والبهجه. انت ممثل ومخرج مسرحي اصلا. صحيح. فيمكن هذا الشيء اثر على عشقك للمسرح وانت بدك تناضل وبدك تعمل مجهود كبير. هلا بالنسبة لي وانت منصور. هلا انا منصور بحب مدينتي، بس انا بالاخر اللي عملته اللي عملنا نحن مع الشباب انه املنا بحلم. انت اليوم اي شيء انت تحلمي فيه ما في شيء مستحيل. انك تحلمي شيء وتامني بهذا الحلم. بالنسبة لي انا على صعيد شخصي يمكن هو حلم عائلي او حلم والدي او
حلم صغير، ولكن لما انا بمدينتي ما في مسرح ما في سينما، بعدين هذه المدينه صور مدينه تاريخيه او اي مدينه بالعالم، انت اليوم السائح عم يجي على ضيعه على مدينه بيسال وين في مسرح وين في سينما وين في مكتبه وين في مكان. صور مدينه حلوه كثير، فيها كثير سياح. هلا بيجوا بياكلوا سمك عنا، بس كمان خلينا نجي نحضر السينما ومسرح. فاليوم عملنا مهرجان تيرو اللي نحن للسنه الخامسه، هذا المهرجان استضاف فرق اجوا مثل الارجنتين ومن الجزائر ومن الاردن ومن هولندا ومن العراق. هالفرق اجت على نفقتها الخاصه على صور لانها امنوا بهالحلم، اجوا يعملوا سينما ومسرح. فكان هالمهرجان عم يضم 39 فيلم بين افلام انيميشن وفيكشن دوكيومنتري ومسرحيات. كان عندنا كل يوم عم يشهد عروض مسرحيه، وكمان فرق موسيقيه شاركت وعملنا كرنفال بالشارع، كان في فرح للناس واحتفالية. كان في مشاركة من الهند أيضا مظبوط؟ الفرق اليونيفيل كان عم بيشارك فرقة من إندونيسيا، كانوا عم في أفلام من الهند مشاركة. أوكي. بس الفرق المسرحية كان في من نيبال ومن إندونيسيا من اليونيفيل عم بيقدموا كمان عروضهم لبلادهم، بالإضافة للفرق اللي كانت عم بتشارك واجوا من الارجنتين، بعدهم عم يتسيحوا ببيروت ما فلوا البعض منهم. اكيد رح يجددوا اقامتهم. ممكن يرجعوا لعنا مره ثانيه، لانه احنا بيجوا لعنا بياكل فلافل وسمك منصور ما في، بيرجع مره ثانيه وثالثه. والمنظر يعني كمان في بيوت قاسم اذا فتحت الشباك وفزيت من الشباك بتجي على الرملات، يعني كمان هيدا المنظر مش وين ما كان موجود. بتخيل انه هيك الاجواء كلها ما بتشبه غير مدن. خلينا نقول انه كمان في موج 98 يلي فاز بمهرجان كان، صحيح شارك بالمهرجان. يعني من العروض المسرحيه كان في عرض اوتور من الارجنتين، كان في عرض احتضار من العراق لمصطفى الهلالي، كان في عرض لاسماء مصطفى من الاردن، عرض مونودراما ادرينالين، وكان في من مصر كان في ليله حب. نعم من مصر، من مصر كان في افلام سينما. بالاضافه كمان كان في عرض من ان شاء الله تكون متذكرهم كلياتهم، من لبنان كان في فرقه وصل، وكمان من لبنان كان في فرقه كلاون مي ان. فكان المهرجان منوع، يعني الناس بتحب المسرح، بعدين الجمهور اللي بيجي على او مسرح مجاني. يعني احنا عندنا صندوق الناس بتتبرع فيه لتدعم هذا المشروع. فالناس العائله لما تيجي على المسرح بتلاقي ام حامله ابنها وجاي على المسرح، او في بي كان كل يوم كل ما يجي عم يحضر معه بنته كل الوقت عم تلعب، كل ما تعيط بيحمل بنته. فهذا الجمهور هو اللي بياسس ثقافه الجمهور العائلي، يعني منه بس المهتمين بالسينما او المهتمين بالمسرح. بعدين هيدا الجو بالذات بهيدي المنطقه بالذات كنا فاقدينه. هلا المشكله انه ما في كان مكان، يعني نحن اللي عم نقول اليوم عم نوجد منصه ثقافيه مستقله وحره، هذا الاساس بالمكان. وعم بيكون هالمسرح هي في مكتبه كمان، ناس عم يتبرعوا بقدموا كتب. يعني المكان هو اي واحد من خلالكم اليوم، اي فنان بلبنان عنده معرض عنده مسرحيه عنده فيلم سينما بيقدر يستخدم هذا المكان دون اي مقابل. طبعا هذا المهرجان نحن عم نعمله بالتعاون مع وزاره الثقافه والسياحه وبلديه صور، فعم نحاول انه نقدر عليه نقدر نعمل هالمنصه. وصدقيني يعني الناس فرحانه، الناس مبسوطه لانه على القليله عم بتحس انه هالمكان لها، هالمكان بيعني لها. طبعا وسينما تاريخيه، يعني بعدك بتفوت بتلاقي الكراسي من سنه 1930، السينما تعمرت ب 52، البوسترات الموجوده، الافيشات، القهوه الموجوده بالسينما، بتحس رح تحافظوا على هالجو القديم والاصلي التراثي مثل ما بيقولوا. ايه يعني هيدا حرام، هي اشبه بمتحف. يعني هلا اذا بينضرب بالتقرير بتشوفي بعد شوي انه كل شيء قديم، الاشياء بتفوتي انت مش بس تحضري فيلم سينما، بتفوتي لتتفرجي على هيدا المكان طبعاً الاثري اللي الهدف الحفاظ عليه. وهذا اللي قدرنا نعمله، ونقدر نعمل تغيير ونقدر نعمل توازن ثقافي لما يكون كل شيء ببيروت. يعني نحن بصور او اي مدينه او بالنبطيه او حتى بطرابلس تاريخيا كانت هالمناطق مناطق ثقافي وفن، وللاسف زمت القصه وعلقت انحصر ببيروت. يعني 39 بالمهرجان كان في 39 فيلم من 12 بلد، صحيح. وايضا هدول غير العروض المسرحيه اللي صارت وعروض موسيقى، كان في فرقه شركاء نحن في لبنان كمان الفنانه مي نصر اجت قدمت عرض مع جوقه الاطفال وغنوا اغاني لفيروز ولوديع الصافي ونصر شمس الدين، فكمان الناس استمتعت بالموسيقى والمسرحيات. يعني الناس عملوا علاقه مع الفرق اللي اجت على المهرجان، يعني الناس اجت تشوف الارجنتينيه مع العلم العمل تقدم باللغه الاسبانيه، كان في احتكاك يعني معهم مباشره، عملوا مناقشه بعد العروض. يعني قدروا انه الناس تبدي رايها بهذه المسرحيات الاخر، يعني لو حتى اننا نعمل ترجمه للعرض، يعني ليقدروا الناس يفهموا نوعا ما لغه النص المكتوب او اللغه المسرحيه اللي هن عم يقدروا يوصلوا من خلال الجسد، الاضاءه، الموسيقى.
طبعاً. التقنيات الموجودة. هلا الشيء اللي عم يدور بعقلي إنه كيف وصل صوتك لكل هالبلدان؟ يعني كيف وصلت الفكرة لكل هالبلاد؟ نحن محظوظين يعني بالآخر نحن عنا أصحاب، نحن رحنا على مهرجانات وليش نسوي هذا المهرجان؟ يعني نحن بكل سنة، هذيك السنة بالنمطية إجا فرقة من المكسيك، إجا من إيران، إجا من السعودية، من الجزائر، من تونس، من سلوفينيا، من إسبانيا، من فرنسا. فهالضيوف صاروا بيجوا بيتطوعوا معنا بالمهرجان. يعني أول مرة عملنا مهرجان ما كان عندنا مكان، نيمتهم عند أمي بالبيت والجيران يطبخوا لهم وياكلوا أكل. بس انا باكد لك انه هيدا الشيء شدهم زياده، لانه ببلادهم ابدا ما في هالاجواء، هالكلام العربي طبعا، لا شيء حلو يعني الهوسبيتاليتي اللي نحن عندنا اياها ما حدا عنده اياها. نحن مضيافين، فالهندي اللي اجى طلع فيجيتيريان ما بياكل لحمه، كيفنا عليه. ف يعني الناس بدها وقت لتتعود على هذه المساله. يعني ممكن انت بالاخر تعملهم من الزعتر، تعملهم ينبسطوا ياكلوا فول، ياكلوا من الاخر هذه الهويه، هيدا اكل البلد، تعملهم تبولي. ف يعني حتى بالنسبه لهذه المساله قديش هن كمان عم ينبسطوا يتشاركوا مع بعض بالاكل، بالعروض، بالفن. واليوم هذا عمل نقل، اليوم المسرح الوطني اللبناني هذا حلم بالنسبه لنا كلبنانيين، انه يكون عندنا منصات مجانيه. يعني انت اليوم تخرجت من الجامعه بدك تدفعي انت على عاتقك تعمل المبادره فرديه. فلا، انه هالمسرح مع تعاون مع كل الناس تقدر تبني، يعني تبني ارضيه تساعد غيرك كمان. يعني هذا الهدف للمشروع، لان حرمنا منه اليوم نحن عم نحس انه نحن عم نقدمه لغيرنا. اكيد يعني هلا الاهالي اللي عم بيساهموا يمكن بطريقه او باخرى عم بيفكروا بمستقبل اولادهم، وبنعرف انه يعني كثير عم نعطي اهميه للفنون، لانه الولد اذا ما فش خلقه بمطرح معين رح بيكون هيك مكبوت و مثل ما بيقولوا هيك منزوي على حاله. نعرف قد ايه الفنون بتساعد. اكيد بتساعد، واضافه لتبني الشخصيه يعني، اضافه لهيك انت بتضيعوا البلدات، انت ما في الا قهاوي وارجيل. انت اليوم ما في منفس، اليوم خلينا نقارن كم عدد المكتبات والمسارح والسينمايات، بنشوف قديش الثقافه موجوده بهيدي المناطق. يعني نحن هلا عندنا باص حتى اطلقناه وعم نروح على الضيع، سميناه باص الفن والسلام، وعم نفطر نعمل عروض بالضيع. وهذا الباص كمان ناس تبرعت، نحن اشترينا هذه البوصه القديمه، وعم نعمل ورش تدريبيه مسرح ورسم وتصوير ودبكه، وعم يجوا ناس حتى ناس كبار بيجوا على المسرح. المسرح هو مكان للعباده، يعني مثله مثل الكنيسه والجامع، الناس تيجي بتعبر عن وجعها وعم بتشوف طبعاً. فن، والفن هو الجمال، هو اللي يجمع الناس. انت هلا لما تروح على مسرح قعدتي جنب حدا ما بتسالي عن اسمه وشكله ولونه للشخص اللي حدك، بتتشاركي انت وياه الفرح والبسمه. اللي بيجمع الناس هو الفن. يعني اليوم بالعالم العربي كل هالحروب اللي عم بتصير، لو عم تندفع على الجامعات والمدارس والمسارح والسينمايات، الناس بتقبل بعضها، ما حدا بعد يقتل حدا. هذا الفرق بين انك تستثمري بثقافه الحياه وبين تستثمري بثقافه الموت. هي يعني احنا معك للاخير قاسم، اكيد بهيدا الشيء. يعني ما جاي بدي اقول له هي هالقد سمبل، ولكن يمكن بدك ناس تفهمها وتقدر هيدا الكلام وكل هالفنون. على كل حال خلينا نشارك نحن مشاهدينا بتريلر عن المسرح، وبنرجع بنناقش الموضوع وبنحكي عن اللي جاي. اكيد من هون بلشنا الحلم ان يكون عندنا سينما ومسرح. وبلشنا مع شباب تطوعوا وآمنوا إنه ما في شيء مستحيل. رجعنا سينما الحمراء، ستارز وريفولي. السينما هي شريط من الذكريات وحنين للماضي. كرمال تبقى السينما مفتوحة للناس رح نكمل سوا المشوار. رح نضلنا نحلم. يعني نحن اكيد عم ندردش بهيدا الوقت، ولكن ايه في كثير مواضيع بدنا نضوي عليها، في كثير اشياء جايه بدنا نحكي عنها. ولكن خلينا هلا بورش العمل قاسم، مين بيمول؟ مين اللي بيمول بورش العمل؟ نعرف انه في يعني بالبدايه بلشوا الاساتذه المتطوعين، يعني هلا نحن عم نحاول نلاقي مؤسسات تقدر تكون داعمه لهالمشاريع. وقلت لك انه نحن متعاون مع الوزاره، مع وزاره السياحه بمشاريع صغيره نوعا ما، الورش اللي عم نعملها. في الدعم الكافي موجود؟ هلا الدعم، هلا استمريت هذا المشروع اكيد بدك مؤسسات مانحه. نحن هلا عم نتعاون مع مؤسسه دروسوز، مؤسسه مكتبه بلبنان، عم تحاول انها تساعدتنا باعاده تاهيل هذه السينما، بالاضافه لمؤسسه افاق بلبنان.
يعني بالاخر مؤسسات خاصه، مؤسسات خاصه هي هدفها تدعم الثقافه والفنون بالعالم العربي. فهذه المؤسسات انت اليوم لما نجح مشروعك بلش ناس تامن فيكي بالاول، يعني مثل ما قلنا هلا المهرجان مثلا نيمناهم باوتيل بالبدايه نيمناهم بالبيت حكي من زعتر مشان نجيب لهم جبنه مشان نجيب لهم. طيب ليك اذا نحن طلعنا لعندكم شو بتضيفونا؟ انتوا طعم عليكم. انا بدي من طبخات البيت صراحه. خلص ولا بنعمل لكم منصف. ماشي. فيعني الورش هي اساس. انت اليوم لتبني ثقافه بدك مكان، بدك تعملي مهرجانات تتعرفي على ثقافات الثانيه، وبدك تعملي ورش. انا اليوم نحن عندنا بالمسرح في شباب وصبايا درسوا بمعهد عم درسوا عندنا وكملوا معهد الفنون. فاليوم انا بتشوفي انت صبايا بالمسرح هلا بالمعهد، بكره بيرجعوا هن بيصيروا عم بيقدموا وبصيروا زملائنا عم يشتغلوا نحن وياهم سوا. او هلا اليوم بالمهرجان كان في عرضين، عرض كل صبايا من مخيم برج البراجني اجوا 12 صبية عملوا عرض مسرحي واسمه طلعة، وهذا العرض تقدم بضمن المهرجان اضافة لعرض اسمه زوايا كمان عم ينشغل كان بالنبطية مع الشباب والصبايا كمان شاركوا بالمهرجان. يعني اليوم لما نقوله انت عم تقلن يتدربوا مسرح او يتدربوا رسم او يتدربوا تصوير وهن بيرجعوا بيقدموا اعمالهم بهذا المسرح، يعني العلاقه ما بتوقف انه انا دربتك خلص وفل. انت بتتدرب وبترجع انت بتستخدم هذا المسرح، انت بترجع بتعمل مبادرتك وبتعمل احلامك بهذا المسرح. نحن من اللي قبل اللي سبقونا بالمسرح نحن تاثرنا وتعلمنا منهم، وانت اليوم هالتجربه اللي عم نعملها كمان لغيرنا وهيك بيعيش هذا المشروع. يعني بالنسبه لنا شو حلمنا؟ حلمك انت يبقى هالمشروع كانه عم بتسلم الامانه للجيل الصاعد. هذا 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 الهدف من انه انت كمان ترجعي تحس انه انت عم تاثري بغيرك. يعني الجو اللي بيربط الناس، نحن مامنين بهالمشروع، نحن عايله بالمسرح. حتى ضيوفنا اللي بيجوا امرات هن بنطفوا معنا، بكنسوا معنا، بيشتغلوا معنا. فالناس اللي عايشه بالمسرح مش عايشه لانها هي هدفها انه الضوء والفلوس وانه انا اكون مشهور ابدا. هذا هذا فيك بسهوله تعملي هذا الطريق في الف طريقه او طريقه. الشغف اللي عندهم شغف انه مزبوط. ابسط شيء نحن بدنا نقول اللي بدنا اياه نكون احرار. الفن بلا حريه ما بيمشي حال. بتصيري انت بو اجندة عم بت عم بت عم بتكوني تابعه لحدا، ولكن انت اذا انت اعلام اليوم او قناه ما عندها حر بالشيء اللي عم بتقدمه بتحس حالها مقيده. من هيك انا بس احكي عن الفنون على طول بقول فشت خلق، لانه بطريقه او باخرى بتوصل المسج من دون قيود. قبل ما نختم بس بدي نوه وقول انه قريبا في مهرجان سينما البرازيليه، وايضا في مهرجان تحيه لملحم بركات، وسبق وعملته مهرجانات كمان تحيه للست فيروز الله يطول بعمرها ولواديها الصافي الله يرحمه ولا صباح ولا صباح. هذا استكمالا كل سنه نحن نعمل مهرجان موسيقى. للاسف هذه السنه ما قدرنا نعمل لانه كنا ملهيين بتاهيل السينما، وان شاء الله حيكون هلا السبت بكره عندنا مهرجان افلام الفيلم البرازيلي. حيكون في فيلمين بالتعاون مع المركز الثقافي البرازيلي وافلام مجانيه، وحيجيبوا اكل كمان للناس اللي عارفون عن الاكل البرازيلي. دائما بنربط بالاكل، بدك تخاطبهم بالاكل بالاول بعدين تيجي تخاطبهم بالفن. وحيكون مهرجان ان شاء الله بشهر 4 حيكون تحيه للراحل ملحم بركات. نعم. ونحن سبق عرضنا افلامه بالنبطيه. فان شاء الله نقدر هيدي السينما من خلالكم اليوم ندعي كل الناس. هذا المسرح الوطني اللبناني هذا ملك لكل الناس، هذا مسرح مفتوح للجميع، نقدر نعمل فن وبالفن بنقدر نوصل لكل العالم. وان شاء الله بتجوا بتشرفونا وبتحسوا قديش اللي عم نقوله حقيقي لما تشوفوا الناس كيف ببساطه بتفوت على المسرح وبحب بيجوا الاولاد بينطروا قدام الباب بيسالوا اليوم في فيلم او اما بتجي ما عندنا شك يا عاصم كانوا محرومين من هالشعور، والفضل لك وليلي معك اكيد. فيعطيكم الف عافيه عن جد، مشكورين وشرفنا وان شاء الله نحن بنشرفكم كمان. على خلص ناطرينكم وعلى شرفت ان شاء الله. شكرا. شرفتنا قاسم اسطنبولي بالتوفيق. بعد الإعلان رح يكون معنا مابيل جديد مغنية سعيدة أيضا، خليكم معنا.